قال عن خزيمة أبي محمد العابد، قال طبعا يذكر عن الإسرائيليات، قال مر نبي من الأنبياء برجل قد نبذه أهله من البلاء. بعض الناس عندما ينزل به البلاء مرض فينبذ، يترك أولاده حتى لأنه يحتاج إلى عناية وتعب ورعاية فبالتالي ينبذونه إلا أهل الديانة. قال فقال يا رب عبدك هذا لو نقلته من حاله، فأوحى الله إلي أنسله، يحب أن أنقله أيها النبي يا من دعوت؟ فقال له يا هذا ما تحب أن ينقلك الله من حالك هذا إلى غيرها؟ فقال الرجل أتخير على الله ذلك إليه، يعني استحى أن يدعو الله بحال أفضل من حاله، تركه لله هو جل في علاه يختار لي الأفضل. وللأسف فبعض الناس يعبر بهذه العبارة عندما يرى مريضا واشتد به المرض فهو يستحي أن يقول يا ليته يموت، فيقول نسأل الله يختار له الأفضل. يعني إيش يختار له الأفضل؟ يعني يموت ونخلص مستحي إيش؟ هذا لا، هذا لا صلة له بالكلام الذي نحن فيه، هذا إنسان متذمر لأنه وجد صعوبة في رعاية أبيه أو رعاية أمه أو رعاية أخيه أو رعاية المرأة لزوجها أو الزوج لزوجته، فبالتالي تنبهوا إلى هذا.